السلام عليكم. انا عايز اقول للبنات اللي هي بتسأل على خامات قماش الفساتين، فعايز اقول لها ان في خامتين او 3 خامات في السوق، في حاجة اسمها ستان صالونة، وفي الطا موضة، وفي ستان ايطالي او تركي. الستان الايطالي او التركي ده بيبقى خامته خفيفة وبيبقى اكثر لمعانا، بس ده لما بيكون فستان هيتبطن بقماش جوبير، فعشان يدي لمعة تحت الجوبير اكتر. اما لو هيبقى الفستان ستان خارجي، فيفضل اللي هو الالطا موضة او الستان الصالونة، ودي خامة جيدة جدا، يعني لمعتها جميلة وخامة نظيفة وغسيل ولبس وكده، يعني تمام، تحت أمركم.